على بركة الله. بمناسبة الإعلام والكلام على الأستاذ مفيد وأنه هو إضافة كبيرة وصحفي طول الوقت اتعرف بضرباته الصحفية وسبقه الصحفي وخبطاته التلفزيونية الممتازة، وده كلام ده من الثمانينات لحد دلوقتي، يعني بنتكلم على مشوار أكتر من 40 سنة تلفزيون وصحافة أكتر شوية كمان. ده يفتح لي الباب أن أنا أكلمكم دلوقتي على خبطة صحفية تلفزيونية من العيار الثقيل. وانا الحقيقه واحد من الناس ده طبعا برنامج زماننا عمرو الليفي، لكن انا كمان واحد من الناس اللي بحب طول الوقت اشاور على اللعبه الحلوه واقول انها حلوه، وخصوصا لما بتيجي من زميل سواء كان مذيع تلفزيوني او زميل صحفي، ما بيبقاش عندي ابدا فكره الغيره والنفسنه، بالعكس بيبقى عندي فكره انه اشاور عليه واقول برافو اللعبه الحلوه حلوه حتى لو مش احنا اللي لعبناها. اللعبه الحلوه النهارده اللي انا هقدمها لكم لعبه عملها زميل صحفي مصور في موقع وجريدة اليوم السابع، وتحديدا فيديو اليوم السابع اللي هو الفيديو الموقع الفيديو المصور التابع للموقع الالكتروني بتاع اليوم السابع. عمل ايه؟ عمل حاجة لطيفة قوي. نزل وتقمص شخصية، تقمص يعني مثل ان هو واحد بيدور على شقة يأجرها او يشتريها، فراح لسمسار وقال له انا عايز شقة، فاش حاجة. الإفيه بقى السر في اللعبة ان هو قال انه بيدور على الشقة دي لمحمد ناصر. مين محمد ناصر؟ لعنه الله، اللي هو المذيع الهارب المارق اللي بيدعم الارهاب في قناة الشرق ومكملين وبتاع، اللي هي القنوات الاخوانية اللي بتنطلق من تركيا. نزل وقال انا حنزل واقول كده، بيتقمص طبعا، هو ملوش علاقة بمحمد ناصر ولا يعرف الشرق ولا مكملين، واشوف رد فعل الناس واشوف رد فعل السمسار. فكان هذا الفيديو وهنعرضه لحضراتكم زي ما هو، وبعدين نرجع نسقف للعبة الحلوة. الشرق ايه بتاعت ايه؟ اصبر بس، بتاعت الاستاذ محمد ناصر. ناصر مين؟ وابوه ما رباهش، ابوه ابوه ما رباهش. ثواني طيب، ثواني ثواني، ما عنديش يا استاذ من حواليا يا عم اصبر. ما عنديش يا استاذ شقق، بلا شرق بلا غرب بلا مكملين بلا مطلعين، خربت البلد. هو مش بين البيع والشراء في حضرتك؟ ما عنديش حواليا الشقق، انا ليك من حواليا بلا سجن. اشوف شقه، اشوف شقه قريبه من هنا عشان انا اصلا انا محتاج شقه. ولا هنا حد يرضى اديك اديك ايه يا عم مكملين يا حاج؟ ثواني انت ولد مين؟ انت منين؟ ثواني طيب، انت مين بعتك ليا؟ اهدى يا حاج، ما حدش اهدى. لا بس تعالى هنا، اهدى بس. طب اقعد 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 طيب، اقعد هقول لك. مين انت؟ طيب اقعد، طيب اهدى. طلع انت مين؟ انت مين؟ صلى على النبي، صلى على النبي، انت على الصلاه والسلام. بس اهدى كده، انت مين مسلطك عليه يا حاج؟ احنا ما حدش مسلطنا عليه، لا اله الا الله. انت ما عندكش؟ طب معاك بطاقه حضرتك؟ معاك كارنيه يا باشا؟ ثواني، طب هات بطاقتك بس ولا كارنيهك معاك؟ هقول لك. طيب هقول لك. طب ايه الفش يا باشا؟ ايه يا ابو علي يا عم؟ ثواني، تعال هنا. اهدى يا عم، هقول لك بس، هقول لك. صلى على النبي. حبل ابو علي من عندك؟ حبل ايه يا عم الحاج؟ صلى على النبي. اهدى اهدى بس، اهدى اهدى. حبل ابو علي، اهدى يا عم. حبل من دول ايه؟ اهدى يا عم، مفيش حاجه يا عم. اهدى يا عم، صل على النبي. هات الحبل من دول، اقول لك يا حاج صل على النبي. انت عايز بطاقتك؟ هقول لك، هقول لك. انت دلوقتي مش عايز تديني شقه؟ خلاص يا عم، مش عايز ناجر في المنطقه. المنطقه مش انا، مش هاخد في المنطقه. انا عمده في المنطقه دي. خلاص يا حاج، انا مش هاخد في المنطقه. ولا هشوفه الهف، ولا هشوفه كاملين مطلعين شرق مشرق غرب. خربت البلد، حرام عليكم يا حاج. انت يا ناصر مين؟ يا كحت ابو ام البطن اللي جابت ناصر؟ يعني انت عاجبك الحل؟ انت عاجبك الحل في البلد؟ عاجبني يا سيدي، ربنا حمانا وبعتنا الراجل ده. حمانا منكم الراجل ده؟ جه حمانا منكم يا اخي. يا اخي يا ظلمه، يا اولاد الكلب يا ضلالي. لا صل على النبي، عيب كده يا حاج. عيب 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 عيب. انا في منطقتك، اكتف ابوك هنا في منطقتك. حلوه قوي، حلوة قوي قوي قوي. لعبة في السوكة، لعبة في التمانيات، واللعبة الحلوة لازم يتقال عليها حلوة. عشان كده انا وعدت ان انا اسقف للعبة الحلوة، لانه هي الصحافة كده. الصحافة ما حدش يقول لي بقى ان هو كذب عشان مش عارف ايه، لا ده بيحصل كتير ان الزملاء الصحفيين والزملاء المراسلين وحتى عندنا المراسلين في القنوات في بعض الاحيان بيتقمصوا ادوار وينزلوا على اماكن عشان يجسوا
رد الفعل ويشوفوا نبض الناس ورأس وقياس الرأي العام، وده كلام موجود ومشروع جدا في الإعلام وفي الصحافة. عشان كده أنا بهني اليوم السابع وبهني الزميل المصور الأخ العزيز أسامة طلعت على اللقطة، وقلبي معاه على العلقة اللي كلها، لكن الحقيقة أدت رسالتها ووضحت هدفها بشكل لا يقبل الشك. والراجل السمسار ده رغم ان هو راجل غلبان على قده وزي ما انتم شايفين يعني هيئته كانت عامله ازاي، لكن وعيه كبير ووطنيته عظيمه، وفكره انه سمع بس مجرد مع ان فيها مصلحه، هو في النهايه سمسار عايز يقبض القرشينات، هيجي الشقه هتتاجر او هتتباع، هياخد عموله هياخد قرشين حلوين، لكن مبدا الراجل ووطنيته خليته يقول تغور القرشينات من ورا ان انا اجر او ابيع حاجه لواحد خان البلد وهربان وبيضر البلد. والله على كلمته قال لك لم كملين ولا فرحانين ما خربتوا البلد، الله يخرب بيوتكم يا اولاد التيت. مساء الفل يا اسامه. مساء الفل يا استاذ سامر، وانا بشكر حضرتك على الكلام الجميل جدا ده والله، مع ان انا ما استحقوش طبعا لوحدي، كان التقرير ده فكره زميلنا كامل كامل، واللي كانوا في التنفيذ معانا اللي كان ورا الكاميرا كان خالد كامل، واللي كان بيساعد بعد ما الموضوع يشتد قوي كان الزميل عزوز الديب طبعا. بس انا بشكر حضرتك جدا على الكلام اللي حضرتك قلته. يعني انا بشكرك وبشكر كل الساده الافاضل اللي حضرتك ذكرت اسمهم، لان انتوا الحقيقه عملتوا سبق او خبطه صحفيه تلفزيونيه ممتازه، لان هو ده الاعلام الحقيقي، وهي فكره ان انت توضح رد فعل الناس وانطباعاتهم بدون زيف وبدون ما عارفين ان هم بيصوروا ولا قدام الكاميرا، وقدمت فعلا فكرة الرفض المجتمعي الشعبي للإخوان ولكل ما يعني يضر البلد بشكل بسيط، ورسالة كان ممكن 1000 مقال ولا 1000 مذيع زي يقعد يتكلم فيهم 10 سنين. تمام. اللي بس كنا عايزين نوضحه من اللي حصل ده، ان في ساعات احنا بنطلع نعمل بوب شارع نجيب رأي الناس، انتوا ايه رايكم، انتوا كده انتوا كده، ففي الغالب الناس ممكن يقول لك لا مش هيرضى يسجل، في ناس بتسجل، في ناس بعد كده بتقول لك لا هم قالوا الكلام ده عشان قدام الكاميرا. أيوة. فالكلام هنا ما كانش ليه اي علاقه بكاميرا. صح. انت دلوقتي واحد رايح اجر شقه سهله ايه، صح، الراجل ما كانش عارف ولا خد باله ان في كاميرا بتصور. هو اللي حضرتك عرضت الفيديو بتاعه دلوقتي ده، الكاميرا نجت منه باعجوبه في اخر الفيديو. احكي لي بقى النهايه، فلت من تحت ايده ازاي؟ لا ما هو راح، هو سابني وراح ناحيه العربيه اللي فيها الكاميرا، وخلي بال حضرتك انت كده في منطقته، فكده كده مش هينفع تروح في اي حته. أي. لازم الراجل يقتنع، هو ما كانش مقتنع خالص يعني، هو احنا بنقول له خلاص احنا صحفيين من اليوم السابع، اللي هو يقول لك ايه اللي جاب الشرق للسابع، يعني اللي هو كاننا هو مقتنع ان احنا اكيد بنضحك عليه في حاجه غلط. تمام. لان هو مش عايز يعني فعليا الناس كرهت الجماعه دي لدرجه ان هو مش عايز. تخيل ان مقر القناه الشرق في منطقتي كارثه، فهي الناس كانت رافضه الفكره شكلا وموضوعا. في واحد قلت له الايجار كام؟ قال لي 1800 2000. قلت له يا عم قول 3. وفي الاخر مرضيش برضه. طب انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ يعني اللي هو يعني مهما تدفع فلوس، صح، هو اللي اثار الشك في الاول، سيرنا شكهم ان احنا مش عايزين نكتب عقد، لانه طبيعي اكيد قناه الشرق مش هتكتب عقد. مظبوط. فهو الناس ابتدوا يشكوا، طب انتوا تبع ايه، انتوا مش تبع ايه، احنا هنعمل يعني هيبقى مقر القناه اعلاميه، ايوه يعني اللي هي ايه الشرق، وابتدى الدب. هو فعلا جاب حبله وكان عايز يربطك؟ هو كان بينده على قريبه ويجيب حبله والله، وفعلا بعد كده بعد ما قفلنا التصوير كان خلاص يعني الموضوع يعني كان قرب قوي، بس الحمد لله رب العالمين الراجل اقتنع في الاخر، شاف بطيئنا يعني، هو كان شاف بطاقه زميلي عزوز الديب والكارنيه بتاعه، قال له لا انا عايز اشوف الكارنيه ده. فانا بقول له يا عم هو انا شكلي اجنبي؟ الكارنيه بتاعك انت لا اشوف يعني. انت وبعدين وفي الاخر خالص يعني انتوا يعني انا كل ده وانا بتصور، طب وروني ام الكاميرا اللي صورتني بقى. أوكي. وجري على العربيه وكان هيكسر العربيه نفسها يعني. والعربيه والكاميرا نجوا باعجوبه منه الحمد لله في اخر لحظه. بس هو الحقيقه كمان يا اسامه لازم نعترف انه هذا الرجل يستحق كل تحيه طبعاً، لانه طبعاً نموذج طبعاً للوطنيه والاحترام بشكل كبير. طبعا طبعا هو ده اللي احنا كنا عايزين نبرزه، ان فعليا بعيدا عن الكاميرات بعيدا عن اي حاجه،
الناس ما بقتش طايقه تسمع سيره مكملين الشرق الاخوان الحاجات دي. فاكر اسمه يا اسامه؟ والله 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 ما اعرف اسامي اسم اي حد من الناس اللي انا سجلت معاهم. يا خساره، انا كان نفسي تقول لي اسمه علشان نحييه على الهوا، لانه زي ما انا حييتك على الضربه والخبطه التلفزيونيه هو يستحق على درس الانتماء والوطنيه اللي طبعاً. هو ادهولنا كل التحيه طبعا ليه والله. بس فعليا يعني انا عايز اقول لحضرتك، حتى في التعليقات تعليقات ايجابيه كتير جدا، وفي بعض بيقول لك ده تمثيليه دي متفبركه. اقسم بالله كان اول مره اشوف الراجل ده اليوم ده. لا، والحقيقه اللي بيفهم وبيتفرج على رياكشن الراجل ورد فعله وتصرفه معاك يعرف انه مفيش كاميرا، هو مش حاسس باي كاميرا وبيتصرف بمنتهى التلقائيه. بالظبط كده. سامة، انا بحييك وبشكرك، وتحياتي كمان للزملاء اللي ساعدوك في هذا العمل الرائع، وارجو انه ما يكونش الاخير وتكثروا من هذا النموذج يعني. ان شاء الله يا فندم، انا اللي بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا المصور الصحفي وصديقنا وزميلنا الاستاذ اسامة طلعت، مصور اليوم السابع، وكل الزملاء الافاضل اللي هو ذكرهم وساعدوه في هذا التقرير لكي يخرج الى النور، لانه زي ما قلت لكم، عارفين زي ما بتقول كده الصوره بألف كلمه، أو الفيديو ده أو التقرير ده بألف مقالة صحفية. ممكن كبار الكتاب يقعدوا يكتبوا مقالات عن الرفض الشعبي للإخوان، وقد إيه الشعب لفظ الإخوان بعد ما كان متعاطف معهم لحد 2011، وده حتى رئيسهم بعض الأصوات في انتخابات 2012 ومش عارف إيه. الشعب ده هو اللي انقلب على مرسي الله يرحمه يعني، وهو اللي قال لأ للإخوان وانقلب على الفكرة. ثم بعد بقى فض اعتصامية ربع والنهضة، وبعد العنف والإرهاب والدم اللي أسلوه من أبناء المصريين، ما بقاش بس بقى فيه رفض ليهم في الحكم، لا بقى رفض ليهم من حيث الفكرة، بقى رفض ليهم من حيث التواجد في الشارع، ورفض ليهم مجرد ذكر الاسم. فممكن نقعد نتكلم كلام كتير قوي عن ده ويوصل شوية من الرسائل، بس الفيديو ده دقيقتين وصل كل الرسائل، وده بما لا دعم مجالا للشك. فالحقيقة أنا سعيد بيه، وعشان كده كنت حريص على إنه أقدمه لكم في بداية الحلقة، علشان الرسالة وصلت يعني، أو اندهى الدرس يا أردوغان.